السؤال بقى، يعني ممكن انتوا مع بعض تعملوا دويتو وتغنوا بقى كده؟ لحظة واحدة جايزة حاجة. حبيبي حبيبي أمي حبيبي الأبنودي العظيم. ال ده في هارموني وانسجام كامل. لا ايتن على فكره جايبه لنا كاريوكي في البيت. ما هي دي هو ده السر. ده انا بس هدخلها التون، يعني انا بس هدخلها كده الاغنيه خلاص. وطلعها حلوه قوي. احنا انبسطنا قوي، انتوا لازم تغنوا حاجه ثانيه مع بعض. يلا يلا يلا. ازيك؟ حبيتك يا حبيبي. طبعا يا قريب لوفاء. طب بص معلش وفاء عامر، والله انت النهارده عاملين اكتشاف دويتو رائع. احنا في اجواء الصيف والعيد لازم تغنوا لنا حاجه كده لطيفه مفرحه شعبي قديم، بس حاجه كده تتناسب مع الصيف. حاجه مع الصيف. طلع في دماغي مروق شويه عكي عليك I'm not gonna lie.
سلطان عزيز الشافعي كلمات والحان. ده اختيار موفق جدا ولطيف وجميل. لا ده احنا هنيجي نسهر معاكم في البيت والله تنوروا. تعالوا نقعد الجميع كلنا، هنعمل لكم لايف، شغلوا الكاريوكي ونظبط.